نشر الشاب المثير للجدل أنس كروم صور لمبلغ الضخم الذي غنمه خلال جولة القمار التي خاضها ليلة رأس السنة بكازينو مازاغان الشهير بالجديدة. أشهر قمار بالمغرب كما يلقبه الفيسبوكيون تمكن من الفوز بمبلغ إجمالي قدره 280 مليون سنتيم، حيث نشر عبر حسابه صورتين لشيكين، الأول يحمل مبلغ 150 مليون سنتيم والثاني مبلغ 130 مليون سنتيم. للإشارة فإن أنس الطلياني يعتبر من أغنى الشباب المغاربة، حيث كونت ثروته الهائلة من خلال لعب القمار بمختلف كازينوهات العالمية. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الأخبار.